جد معجدة. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مبروك. الله يبارك فيكم. تفضلوا. ماجد تعال معي عشان نسولف بالطريق. لا ماجد خليك معي. أروش ويش خايفة يا بوي؟ خلاص يبا ماجد صار منه وفينا، صار نسيبنا. ماجد تكفى لا تخليني. شفيك أروى؟ شفيك خايفة؟ يبا لا تخافين هذول أهلك، وبعدين أنا بروح مع زياد هما نسلم على أمي وي. مسكينة اليوم أنا وزياد مريناها، تصدق وايد حاتيك؟ أنا بعد أبى أشوف خالتي وأسلم عليها. أروى شفيك؟ ليش تسوين كذي؟ أروى روح مع أخوك ناصر، أنا أروح أقط الأغراض وأسلم على أمي ويج. لا تأخر علشان نشوف شو راح نسوي موضوع الحفلة والملكة. ماجد لا تخليني. أروى شفيك؟ هذا أخوك ناصر العود ولا يمكن يضرك أو يأثر عليك بشيء. خلاص يا أروى إذا خايفة مني خلاص روحي مع ماجد. إيه أحسن. أروى عيب روح مع أخوك، تلقين عمش ناطج فشلة. لا تأخر علي. إن شاء الله أروح أسلم على أمي أقط الأغراض ويج لك. والتوصيل علي لأن ما يدل البيت. إيش دراك؟ ويمكن يطلع يدله؟ لا حشا ما أدله. خلاص عيل طلع براءه نطر لما يخلص ويجيبه معك. إن شاء الله. يلا يا نسيب. يلا. شفيج ليه ما حين خايفة؟ معقولة الله يهداك بس. امشي ما اقول لك الخير ان شاء الله. امشي. ركبي ركبي. تصرف انا لله وبعدين معك انا اعرف شغلي. يلا مع السلامه. انا بحكي لك الحياه ما قطعتك. يا كلب عليك يا كلب. هذه دنيا دنيا هذه دنيا ما له أبد. ياسر آخر ياسر ظالم تجاير ما له أبد آخر ظالم ترى وجاير ما يدري الدنيا مواني ما يدري الدنيا مواني. لا تشوفين احد ولا احد يشوفك. ليش اشوف حل مع هالتعبان اللي خذاك هذا؟ ناصر ناصر ليش تسوي كذي؟ وين كلامك مع ماجد بالتليفون؟ تترددين بعد؟ تترددين بعد؟ ليش هاي بعد؟ ليش هاي بعد؟ ما فهم شو السالفه. مو شرط تفهمين. المهم اني اخلص من هالبلوه اللي بديت فيها. ماجد ما راح يطلقني. لا تبين اسمع على لسانك. لا تبين اسمع مره ثانيه على لسانك. لا كسر روحك.
انزل. وين؟ مو قلت لك ان ابويا بيشوفك؟ هذا هو. يلا انزل خلصنا شوف عمك. ليش سويت كذي؟ أنا آسف يا عمي، ما كان ودي أسوي هالشيء. طلقها. أنا عمي، أنا ما تزوجت علشان أطلقها. أقول لك طلقها. لو تذبحني ما راح أطلقها. الظاهر الطيب ما ينفع وياك. ما تبي تطلقها ها؟ أقول لك طلقها. آسف. ما تبي تطلقها ها؟ زياد. ياسر. تصرف معاه. انت بتطلقها اراويك. يا عمي طيب سويته. ايه طيب انا جاي الحين. مع السلامه. ناصر ممكن اكلمك؟ خير ايش عندك بعيد؟ اروى مهما سوت تظل اختنا وما لها غيرنا. حرام نخليها كذي محبوسه بالغرفه ودمها سايل. ان شاء الله تطلع روح وافتك منها بعد. ناصر هذه اختنا. اختنا حطت كرامتنا بالارض وداست عليها. اروى تزوجت على سنه الله ورسوله، ما سوت شيء غلط. زواجها بدون علمنا وهروبها مع التعبان برا الديره اكبر غلطه. اصحى فراس اصحى، احنا بالكويت ما احنا برا، ما احنا بدوله اجنبيه. يعني انت راح تكون مستانسه اذا صار لها شيء؟ كان زين صاير لها شيء ولا سوت اللي سويته. ناصر تعال قاعد احاكيك. ايش تبي؟ عمي ينطرني، تبي شيء؟ زين عطني مفتاح الغرفه، خل اعطيها ماي اكل واحاول اعالج جروحها. المفتاح قطيته في البالوعه. بتفتش الباب غصب عنك. ما ادري يا محمد ما ادري. ايش فيها عمتي اروى؟ ايش سوت؟ شوف عاد عين قرقه زايده، ترى ابوك تعبان ما يبي يسمع صوتك، اسكت خلاص. اي بس لازم نفهم ايش صار. اخوان يتفاهمون مع بعض، انت ايش دخلك؟ لو عندي اخت كان ما اسوي فيها مثل ما سوى ابوي بعمتي اروى. الله يبعدنا عن الغلط. امس وين وديني؟ وديك، انت عارف وين وديك؟ امس